سابقا في دراجنو. انت حتطلع اليوم، شكله في حد محرك عليك من فوق، وانا للحظة هذه مش عارف كيف حشرة زيك انت في حد يهتم بها، ومن وين من فوق. لكن مش هذا الموضوع. جاي بسلك انت وياه صلي. انا شدرتك، شدرتي مني، مش خلاص سيبتني ياي. ما تمشيش مع حد تاني غيري، فهمت ولا لا؟ جاي مؤامرة يا ربيع، ناس طالعة سلمي بيغيروا من حال البلاد، يتلقوهم بالرصاص ومش أي رصاص بال14.5، وتقول لي مؤامرة. أصلاً الخروج للحاكم حرام شرعاً يا ربيع، لما يكون حاكم مسلم مش زي الكافر اللي يحكم فينا. اسمع، أنا مش فاضي الكلام اللي تقول فيه، ونحذرك بلاش كذا بحد تاني يجي موك صاحبي. يا حي يا قيوم، قدام يطيح اليوم. مش تقصف مع الشهر من الداخل، شو ما زال تبي؟ نبي نترقى، طموحي كبير زي ما انت تعرف، ملهش حد. نبي تكبر يا؟ نبي نكبر ونبي نوصل فوق فوق فوق، وانت يا افندي اللي بتوصلني. ودي روحك، ما عندك لشي ما عبير بشمشو القيادة. ان شاء الله خيرك. خايفة؟ مش عارفة، حس في قلبي ناقزني من الموضوع. شفت قناصين واجد في الجيش وسطوية في القنص، لكن من المسافة هذه مستحيل حد يجيبها في الهدف.
أنا من اليوم بنسميك قلاص ليبيا الأول. لو كان الإمكان أوسع راجع ربنا هدف أبعد. قول لي ليش ما طلعت عسكري زي خوك علي؟ نبي نعرف. سادنا عسكري واحد، ولا تبينا نفتح كتيبة في الحوش؟ بيني وبينك أحسن، كانك عسكري روته وملوح في الدافنية ولا البريقة تحارب في خوتك. افتكيت من اللي علمك القناصة؟ مستحيل طلعت محترف بروحك هيك. هذه قناصة دراغونوف يا عمر، أشهر قناصة في العالم. تنفس بشكل منتظم وخلي ذهنك صافي. كل ما كان تنفسك منتظم، كل ما كان تركيزك على الهدف أكبر. ما تاخذش قرار بسرعة، اللي يتخذ قرار بسرعة يخسر بسرعة. أعطي لنفسك وقت كافي لتحديد لحظة الصفر. في ساحة المعركة لما القناص يخطئ الهدف ممكن يسبب في خسارة جيش بالكامل. ما تسرعش، خليك ديما منتبه. فاشل، انت الوحيد الفاشل في خوتك. طالع رهيف، مستحيل سلمك. أعزائي المشاهدين، عزيزاتي المشاهدات، مرحبا بكم في برنامجكم الجديد معا ضد المؤامرة. في هذا البرنامج حنحكوا على اللي صاير توا والأزمة اللي احنا فيها، وكيف نقدروا نتجاوزوا مع بعض الأزمة بعون الله. هالمؤامرة المدبرة من قبل الدول الإمبريالية بهدف تفكيك بلادنا وسرقة نفطنا وثرواتنا، لكن احنا زي ما قال قائدنا منتصرين بعون الله. فخلونا مع بعض نشوفوا الفيديو التالي الذي يفضح قيام العصابات المسلحة بسرقة الشباشب من الجوامع. نتابعوا ونرجعوا مرة ثانية. بالك يا وليدي، كل شيء تاخذ بالتفاهم. وسعت بال شنو يا؟ وسعت بال شنو؟ بعد اللي ريته اليوم ما زال فيه وسعت بال. والله إلا من رباه. بالله عليك يا وليدي فكنا من المشاكل، تسادنا اللي نحنا فيه. أنا أختي تطلع في التلفزيون طالقة شعرها ومكيجة لا وشني تمجد في الأخ القايد وتقول على التوار جردان، يعني أنا جرد يا ما؟ لا والله ما تنكتب على عيلتنا، والليلة لازم تنتهي المهزلة هذه. طالع في التلفزيون تسب في التوار، التوار جردان. أنا بأي وجه نقابل أولاد الشارع يا؟ بأي وجه نقابل أصحابي؟ بأي وجه أنت تقابلي أم ناجي اللي ولدها قاعد محبوس لتوا؟ تكلمي. شمدينا اللي يحجمك يا واطي من حل فيه يا ليه؟ خلاص خلاص والله يا رب هتطلقع. بالله عليك سيدي اطلقي يا ابني. روحي وما في شيء، انا واختي ما يتدخل حد بيناتنا. خشي دير بالك، خشي تتعالجي. اطلقي يا ابني.
أمو لأه؟ علاش درتي هيكي؟ علاش انتحرتي؟ علاش؟ شنو اللي خلاك تديري هيكي؟ ما يكونش الموضوع لي علاقة بمشيتك المعقولة؟ لا لا أكيد لا، أصلا شنو بيكون صار غادي؟ أكيد استقبلهم مع البناوي التانيات ودار لهم خطاب طويل عريض وبعدين روحوا، هذا زيبوهم ومستحيل يضرهم. شنو اللي خلاك تديري هيكي؟ شنو اللي خلاك تديري هيكي أمولة؟ صباح الخير يا صباح النور. لحظة بس ما تحركش من مكانك. فصوخ وداد في عيون الحساد، فصوخ وشق في عين من شق، فصوخ وداد في عيون الحساد، فصوخ وشق في عين من شق. خيرك يا ام، شنو جاك اليوم؟ اسكت يا ولد، هذه عين وصايبتكم ولازم ما نحاربوها. يا والله أمي وخلاص، عين وخزعبلات. نماش الجامعة، سلامات. مربوحة يا ولادي، وإن شاء الله ربي يفتحها في وجهك وتنجح وتجيب لي الشهادة الكبيرة باش نغيد بها مرت السنوسي هذيك المحسدية المعيانة اللي ضربتكم بعين. الله لا تربح لا هي ولا رجل هذاك السموني يا رب العالمين. بشير قوم افتح المطبخ. اي خدمه ثانيه عدي طير. خلينا نشوف صبحه على الأنسة رنا حبيبة الملايين. فالة يا حمزة، أنا قداش مقايل لك مرة أن الكلام اللي نقوله لازم يتطبق حرفيا، يعني إبداعات شخصية من حضرتك ما نبيهاش، فهمت توا؟ ايه خلاص خلاص، برا المعرض الثاني يجيك ضابط سالم وكتيبة محمد، سلم له التندرات وخليه يوقع على الشيكات بسرعة. هاي سلامات سلامات. رنوا يا رنوا يا رنوا. ناش مقايل لك من قبل؟ تفضل يا شاب شن تبي؟ أنا أحكي معه، أنا أحكيش معك أنت. شو قلت لك؟ فيش على حد تاني في البلاد هالي إلا أنا ولا؟ تبين عليك مش متربي. ها عليك ها. تعرفنا وشوفنا. تعرفنا.
تعرفنا ولا لا؟ تعرفني ولا لا؟ تعرفنا ولا لا؟ ما نقدر ما نقدر يا حب يا حب يا كلام انا مره بيكم يا كلام لا على الكاسح توي بريكم صباح النور بابا خيرك مستعجل لا ما في شيء غير عندي اجتماع بس ربي عاونك حتى انت امين ووضعك حساس في الوقت هذا اني ماشي الكلية توا سلامات بابا بنطلب منك طلب تؤمر بابا شنو الطلب العلم الاخضر اللي على السيارة نحي تحكي جد جديات نحكي ونحيه من غير نقاش اوكي زي ما تبي سليمان احمد ايه الامينه اعطيني سياده المستشار تقبل الله تقبل الله تقبل الله تقبل الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله تفضل شن تبي لا شيء غير جاي نسأله لحالك قاعد عايش ولا متت بصاروخ من صواريخ الناتو إلا قول لي هو بعد الاستعانة بالناتو الكافر قاعد تسمي في المؤامرة هذه تورا زي ما توقعت ما عندك شن ترد بالله يسلمني على راسموسن بعتني يا عبادي وانا اللي كنت نحسابك صاحب ودايرك كيف خوي معقوله انت يا عبادي تقول لهم اني انا اللي كتبت انك انت كنت خاطم صدفه هيك يا عبادي باش تطلع انت منها بكل سهوله ونغرق انا لكن وين التريسه يورها تتلاقى وحسابك معايا كبير هلبه يا صاحبي كبير هلبه فوق ما تتصور الشباب كلهم موعدنا بعد نص ساعة في وقت الجامعة الكل يجيب سلاح دي لا 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 ربي جيشيني يا رجل استهدى بالله ما نبوش نكبروا الحفلة هاي هاي بسرعة استنى فيكم اكلاشنات المسلسل بس بسرعة جاهزين جاهزين هاي الطائرات الفرنسية شارل دوغول تتوجه غدا إلى قبالة الشواطئ الليبية وفي أول ردود فعل على الضربات أهلا تفضل نرجعين حبيبتي أهلين أهلين قبل أبير
أخبارك؟ بخير الحمد لله، تفضلي. ها شن تشربي؟ قهوة. درينا اتنين قهوة فريحة. ها شن مدايرة؟ والله جوي متنكد اليوم، أكيد سمعتي بأمل. إيه سمعت، الله يرحمها، كانت بنت كويسة. مش عارفة شنو اللي خلاها تدير هيك. تلقيها تحب واحد خانها وإلا عندها مشكلة عائلية، أغلب حالات الانتحار هيك. أمل تحب؟ لا لا، هذه صاحبتي من الابتدائي، أمل بتاع قراية وبس، صاحبتي وني نعرفها. الله يرحمها وخلاص. شو عنا بنديره؟ عمر تعال حبيبي. ما تتحشمش، هديله جاين من العيلة. أهلين عمر، كيف حالك؟ الحمد لله، شن أخبارك أنت وشن أخبار الولد؟ بخير الحمد لله، شني ما عادش بحنك بالأكاديمية؟ لا نمشي مرة مرة، عندي أصحابي غادي نختم عليهم. لو جيت المرة الجاية أنا عزمتك على قهوة، مش تنسى. إن شاء الله. عفوا، ممكن الكارت بتاعك عمر؟ أنا لقاك واقف على الكرف في الجامعة، مدني حارق الجامعة وحارق الحسن، فاهمة ولا؟ أنت شو تبي مني؟ نبي نعرف شو تبي مني؟ ليش معاش تقولي لاني على الكاس؟ فهمتي حلوة؟ على مصير أي واحد يتطول على نادي كاسة، هذا أنا يبان لك الطبل. إجابة البريقة، قواتنا تقدمت لخط الأربعين أمس مساء وانسحبت الفجر للبريقة بعد قصف الجراد من القوات المعادلة على مقدمة الرتل، واستشهد من قواتنا 3 جنود من المتطوعين. وبالنسبة لإجابة مصراتة، قواتنا انسحبت من داخل المدينة لحدودها الخارجية بسبب قوة النيرار من قبل العدو واستخدامه لقناصات حديثة، وأمر المنطقة العسكرية طالب امداده بمناظير ليليه. تو نولي. Thank you.
تراجع لينا شهر ما قدمناش متر واحد. وسع بالك، لازم تعرف ان الحرب كر وفر، يوم ليك ويوم عليك. بعدين الكبشه مفرغ اسمهم ثوار، مش نفهمهم في الحروب وتكتيكاتها؟ انتم عسكريين تعلمتوا في اكبر المدارس العسكريه في العالم، والنصر ليك اكيد. بعدين رد بالك تتراجع وتقول الطرف الثاني حينتصر، القائد حينتصر، خليك معه. انت متفائل هلبة. انا واقعي ونعرف الوضع مليح. خليك في الطريق اللي ماشي فيه والنصر قريب. تخيل لما تحقق النصر المكان اللي حنكون فيها قدام القائد وأولاده، ربي يحفظه. خلعتيني. أهلين منى. أهلين نجين. شفتك يومها واقفة على عمرود الكاسح، من وين تعرفيه؟ صديق. علاش تسألي؟ لا شيء، غير عمر صديق عزيز علي هلبة، وعيلته صحاب عيلتنا زي ما تعرفي. العائلات الراقية والكبيرة ما تصحبش إلا في العائلات الراقية والكبيرة. باه كويس. اسمعيني كويس، الأفضل ليك تسيبي عمر في حالة وما عادش كلميه وتبطلي تشبحي الفوق. وانتي شنو علاقتك أصلا؟ أنا مرات المستقبلية يا ليلى، كان ما تندريش. مرات المستقبلية؟ أحسن لك تقصر الشر وتطلع من حياتها وما تخلينيش نودرك في 60 داهية. انت شن تخرفي؟ الفيديو هذا حيودرك انت وعيلتك في 60 داهية، ونقدر من توا نسلم مجمعة الكتايب. وانت تعرفي كويس هادو شنو يديروا بالبنوات الجردات اللي زيك، فاسمعي كلامي وحافظي على روحك وعلى عيلتك. عمر انسيه نهائيا وما عادش توقفي عليه. كان نسمع بس انك ما زلتي على علاقة بيه، الفيديو هذا حنسلمه طول. وانت ودماغك يا حلوة. سلامات. شنو تبيني ندير توا؟ احبسه احبسه وما عادش تخليه يشوف الضي في حياته. نحبس خوك؟ خويا جرد وانا ما عنديش خو جردان. جرد ولا قلت، المهم خوك. لو انا في مكانك ما نديرهاش، خويا قعد خوي مهما دار. انت تقول في الكلام هذا؟ بعدين قولي كيف نقدم البرنامج وانا بشكلي هذا؟ مش مشكلة، شوية مكياج تمشي امورك. جاتك بسيطة، الضربات مش هلبة. المهم توا قولي شنو الإجراء اللي تبي تديره. اوكي، تنظيفو عندنا. هاتي اسم اخوك. عبد العزيز رمضان الفالح.
مش نفس اسم بوك ولقبك؟ خوي من أمي، مامي تزوجت واحد تاني بعد ما توفى أبوي الله يرحمه، وجابت عبادي هنا. عبادي؟ الاسم هذا خطم علي. لحظة، عبادي اخوك. عبادي كان مشرفني قبل انا. اها، كان محبوس عندك، يعني انت هكي عرفت انه هو خطير ولازم ينشد. اهو طلقتوه ما زال يلبس. مش انا اللي طلقته، ولا كنت نقدر نطلقه اصلا. اللي طلقه واحد واصل فوق 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 هلبة. واحد واصل فوق 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 هلبة. هم لين بيعرف عبادي؟ عبادي ما يقدرش نشده توا، لأن الشخصية المهمة هذه ممكن تحس إن جرى كيدي ضدها. لكن في حاجة نقدر نديرها لها وتشفي غليلك شوية. شنو هي؟ نقولك بعدين. توقت بتقرير كامل على أخوك باش نحمو بير وإحنا كان صارت حاجة. تكتبي تقرير في أخوك؟ لا عرفة تربي أمك والله. رأي حضرتك إنه قضى فترة طويلة قوي.